مشاهدينا أهلا بكم في عدد متجدد من فقرة نقاش غرفة الأخبار. الثقافة والأدب معيار حقيقي لمعرفة الوجه الآخر للشعوب، إذ تعكس مدى وعي المفكرين والأدباء من خلال ما يبدعون واهتمامهم بالأدب وتثقيف المجتمع، وتعتبر من أهم مقاييس التحضر لدى الأمم، وهو موروثها الأدبي الذي يعكس الوجه الحضاري للأمة. فالأدب هو الصورة لما في داخل العقل والنفس من فكر. سنناقش اليوم النقد الثقافي، دوره ودوره في تطوير الجوائز الأدبية، وسنتطرق إلى تظاهرة جائزة كتارا للرواية العربية. ضيفتنا اليوم هي الدكتورة أسماء فرنان، كاتبة وناقدة وباحثة. أهلا بك معنا. أهلا بك زهرة، وأهلا بالمشاهد الكريم. بداية، بادئ ذي بدء، استوقفني مسارك التعليمي بما أنك حائزة على بكالوريا علوم طبيعية وليسانس علوم إسلامية، فماجستير في علوم في مقارنة الأديان من جامعة السربون، ثم دكتوراه في ذات المجال، مجال مقارنة الأديان. من هي أسماء فرنان من كل هذا؟ أو بالأحرى، ما هي ميولاتك الطفولية، وكيف ولجت مجال الكتابة والنقد؟ أولا شكرا زهرة على المقدمة الجميلة التي استطعت أن تعرف بها فعلا الثقافة. فيما يخص أسماء كوار فرنان، هي جزائرية، دخلت الجامعة في زمن العشرية السوداء. طبعا المسار، أي مسار أي طالب يتحصل على البكالوريا يخضع لمعايير، فأنا وجهت توجيه خارج عن شغفي الداخلي الذي كان هو الأدب. كنت أقرأ كثيرا لكلاسيكيات الأدب العالمي. أتذكر كانت أول رواية قرأتها هي نوتردام دو باري لفيكتور هوغو، أو ما سمي فيما بعد أحدب نوتردام. وأخي ساهم في هذا الصقل، هذا الجانب، أو إنماء هذا الشغف الداخلي بالأدب. لكن تخصصي كان بعيد كل البعد عن شغفي وعن اهتمامي بالثقافة والأدب، لكن هذا لا يمنع أنه التخصص أو دراسة العلوم الإسلامية وأصول الدين ومقارنة الأديان مثل ما يقولوا ينمي أو يضيف إضافات أو يثقل الجانب المعرفي والجانب اللغوي المعرفي والموهبة كذلك، والموهبة للشخص، للإنسان الذي يدرس هذا المجال. يعني كيف كنت حائزة على بكالوريا علوم طبيعية وبيت المجال؟ يعني حبيت تقولي الجانب العلمي والجانب، شوفي مثل ما قلت لك، نحن لا نحدد يعني في زمن ما أو في وقت ما، هناك أمور تفرض عليك فرضا يعني. فمثلا أنا حصلت كل مواد العلمية كانت متوسطة، يعني معدل 10 و11، لكن المواد الأدبية كانت مقبول. مقبول، لكن المواد الأدبية كانت 17 و18. فلذلك حتى أساتذتي، يعني في منطقة ثنيت الحد، حتى أساتذتي كانوا يتنبؤون لي بمستقبل في المجال الأدبي وفي الثقافي. يعني هذا هو صحيح وهو الواقع. شكرا. العفو. قلت أن أول أدب قرأته هو نوتردام دو باري لفيكتور هوغو. نعم. هل كان هذا العمل الأدبي بداية شغفك الأدبي؟ طبعا. شوفي زهراء، الاطلاع أو القراءة، لما خلص، لما تمسكي رواية معينة وتحسي أنه في هذه الرواية، في كل مرة يعني تجذبك إليها بشكل رهيب، فيصير عندك هذا الفضول أنك تكتشفي روايات أخرى. إحنا في الجزائر
يعني نقدر نقول لك جيل السبعينات وجيل الثمانينات إلى غاية جيل التسعينات كان نهم القراءة كبير جدا. أنا لا أنفي أو هذا لا يعني أنه جيل التسعينات وجيل الألفين ما يقراش، لكن إحنا كان عندنا شغف قرائي ومعرفي كبير جدا. في كل مرة تكتشفي رواية، في كل مرة خاصة الكلاسيكيات، خاصة الروايات المعروفة مثل رواية ريح الجنوب، مثل لعبد الحميد بن هدوقة اللي ربما سنتحدث عنه في هذا اللقاء. أكيد أكيد طبعا. مولود معمري، مالك حداد، يعني في روايات ممكن تبصم حياتك، تخلي لك أثر في نفسك، تخلي لك مثل خاتم على شخصيتك، تطبع شخصيتك بخاتم معين، وبالتالي توجهك لا إراديا نحو مساراتك المستقبلية. وفعلا لأنه إذا شفت، إذا يعني شفنا لكل الروائيين أو الأدباء أو المهتمين بالنقد والأدب والثقافة، النقطة الأولى أو البصمة الأولى أو الخاتم الأول يكون من رواية معينة. وأنا أعتقد أن الكلاسيكيات هذه هي اللي صقلت. ماذا عن إصدارات أسماء كوار فنان؟ طبعا أنا أعتقد أن كل إصداراتي السابقة لا أرى لها يعني وزن، لكن أربع إصدارات أو ثلاثة ممكن هي التي كانت نقلة نوعية نوعا ما في حياتي. منها كتاب فكري مع الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري، بونسي الإسلام أو التفكير في الإسلام، دراسة نقدية عن رواية الشراع المقدس للكاتب القطري المحمود. بالنسبة للكتاب الأخير الذي صدر أيضا وكان فعلا نعتبره يعني كتاب كرونولوجي أو يعطي سيرة ذاتية لواحد من المفكرين العرب اللي هو علي جواد طاهر، الذي كان له الأثر في جامعة سربون أنه عرف الأدب العربي بشكل عام للفرنسيين. علي جواد طاهر المفكر العراقي الذي ولج السربون في ثمانينيات القرن، في أقصد في 1980. يعني حقيقة هي إصدارات قيمة. نتحول الآن إلى النقد الثقافي، كيف يساهم هذا الأخير في الارتقاء بالكتابات الأدبية؟ النقد الثقافي دائما، أنا أقول دائما في كل لقاءاتي، في كل المحافل، في التظاهرات، أقول أنه أي كل الجوائز العربية الموجودة التي تحتفل بالرواية العربية بالنصوص النثرية السردية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإعلام الثقافي أو النقد الثقافي. أكيد. عندنا مثلا عندنا دكاترة مختصين في النقد الثقافي قدموا ما شاء الله دراسات عميقة جدا على بعض الروايات، ولكن لما تجي تشوفي النقد، ليس معناها النقد من أجل النقد، لكن النقد من أجل إيجاد بنية نقدية أو من أجل توضيح بنية نقدية لهذه النصوص السردية التي تنتشر. وإحنا نعرف أنه في السنوات الأخيرة كل من هب ودب، يعني أعتذر عن هذا، أفتح قوس هنا وأقول كل من هب ودب صار يكتب رواية. الرواية لها تقنياتها، لها فنياتها، لها بناءها السردي، لها شخوصها. فالإنسان الذي لا يملك هذه الأساسية لا يمكن أن يلج المجال. طبعا طبعا، فالنقد وجد لأن ينظم هذا المجال، النقد وجد أيضا ليرتقي بالأعمال الجميلة والجوائز. والنقد الإعلامي يعني مثلا في سنوات، بعض السنوات في التسعينات وفي الألفين، كان هناك كراسات ثقافية
يعني تتناول بعض الروايات بعض النصوص السردية بشكل واسع ومفرد، وساهمت أيضا في خليني أقول لك في تحسين النصوص السردية والارتقاء به. نعم هذا هو أكيد. لأنه النقد مهم، النقد الثقافي والإعلامي مهم جدا للخروج بقائمة سردية ترقى للترجمات، ترقى لأن تنال الجوائز. ولذلك أنا أقول أن الجوائز يجب أن تحط في لجانها لجان تختص بالنقد الإعلامي وتنظر لهذا الجانب، مهم جدا. أكيد مهم. وهل للنقد الثقافي دور في الارتقاء بالجوائز الأدبية؟ أمر لا شك أو تطوير الجوائز الأدبية أمر، هذا هو هذا الذي نصل إليه. إذا مثلا الجوائز الأدبية أخذت في عين الاعتبار ما يكتب في الدراسات النقدية والبحثية حول السرديات الموجودة، فالجوائز هذه راح تكون عندها قيمة. أنا أعطيك مثال، مثلا جائزة مثل جائزة كتارة للرواية العربية هي حديثة النشأة، يعني تأسست في 2014-2015، يعني هذه بداياتها 7 سنوات. فالبداية يعني كل بداية هي خطوات أولى، لكن بعد سنة بعد سنتين البداية بدأت تلجأ تنظر إلى النقد الإعلامي والنقد الثقافي. فمثلا في الطبعة الثانية ظهرت أسماء قوية على غرار إلياس الخوري، إبراهيم نصر الله، يعني أسماء لها وزن في الرواية العربية. ولأن لها وزن في الرواية العربية فالعمل لما يترجم إلى لغات أخرى يعني ويتلقاه قارئ أجنبي فما رحش يكون يعني أمام رواية منهكة مترهلة ما عندهاش تماسك ما عندهاش. فالنقد مهم جدا في تطوير الجوائز. أكيد. أحد إصداراتك التفكير في الإسلام أثار الكثير من الجدل، لما؟ طبعا قصة تفكير في الإسلام فعلا كان لها خلينا نقول أنكشي. لماذا؟ لأنه جاءت في فترة حرجة جدا، يعني 2015-2016 كانت المنطقة العربية والدول المحاذية لبحر الأبيض المتوسط، الدول الأوروبية، فرنسا على وجه الخصوص، كانت تعج بالاضطرابات السياسية والجيوسياسية. فالهجمات الإرهابية التي ضربت بعض الدول عربية كانت أو أوروبية ساهمت في إبراز بعض الوجوه، خلينا نقول الوجوه الإعلامية التي كانت مجهولة سابقا. من بين هذه الوجوه كان ميشيل أونفري. ميشيل أونفري واحد من المفكرين أو خلينا نقول المثقفين، حتى ما لا نعطيه الصفة الغير، المثقفين الذي استثمرت فيه الآلة الإعلامية الفرنسية والأوروبية بشكل عام. لماذا؟ لأنه في فترة معينة وأثناء حرب العراق، أثناء الوجود الفرنسي في مالي، أثناء بعض الاضطرابات التي شهدت سوريا إلى غير ذلك، ظهر ميشيل أونفري على شاشات التلفزيون وكان يدافع على العالم العربي، يدافع على المسلمين بشكل مستميت. يعني كأنه تفهمي من خلال مدافعته كأنه الرجل يفهم القرآن ويفهم الحديث النبوي، يعني كسب مصداقية، كسب مصداقية عند العرب، مصداقية وشرعية عند العرب، عند الجالية العربية الموجودة في أوروبا. لأنه دافع عن يعني سيغتا مومو كان يقول علاش احنا نروحوا مثلا نحاربوا المسلمين في ديارهم، علاش نلقيوا عليهم القنابل. فكسب شرعية في هذا الجانب، لكن كان يأخذ في بعض الجوانب اللي كان بعيد عليها تماما وهي القرآن والسنة. فنقطة مهمة هنا أشير إليها، ميشيل أونفري مسك العصا من الوسط،
لما كان يشوف أن الظرف يجب أن يميل الكفة لأوروبا والغرب، فكان يميل الكفة أو يتجه في الميزان نحو الغرب. لما يشوف أنه لا لازم نكون مع العرب فيتجه نحو العرب. فكان لما يتحدث أو يميل كفته نحو الغرب يخوض في آيات القتال وإلى غير ذلك، و يستثمر في هذه الآيات وفق السياق الذي يراه هو مناسب للحديث أو الخطاب السياسي الذي يوجهه للإعلام وللمشاهد الذي يراه. فهنا كانت الفجوة، أو كان مثل ما نقوله القطرة التي أفاضت الكأس. توجهت إلى ميشيل أونفري وطلبت منه، ويومها كنت كان طلب مني مجلة معروفة مرموقة جدا في لندن، طلبت مني أن أحاور مفكرين فرنسيين، فوجهت الرسالة لميشيل، كان صديق هو، فوجهت له رسالة فقال لا أنا أعتذر لأنه يجب أن يدفع لي. فاعتذرت منه، قلت له خلص أنا هاي المحاور اللي كنت راح نحاورك فيها طالما في دفع فأعتذرت مساومة. فرجع واتصل فيها وقال لي بشرط أن نعمل مثل مناظرة فكرية أنا وأنت طالما أنه تخصصك، وليصير على شكل كتاب. وفعلا جاء الكتاب، والكتاب الذي صدر يعني ليس هو النسخة الكاملة للمناظرة الفكرية التي كانت بيني وبين ميشيل أونفري، واستطعت أن أرد بعض، يعني ليس بالشكل الواو لكن على الأقل أن أرد نوعا ما الأغراض التي كان يرمي إليها الغرب في مس المسلمين في بعض الخصوصيات المهمة جدا، سواء بالنسبة للقتال، سواء بالنسبة للدين الإسلامي بشكل عام، وأنه دين إرهاب وتطرف وإلى غير ذلك. فكان من الضروري أن نقف وقفة عند هذه النقطة. طبعا بعدها حدث جدل، لأنه الشركة أو دار النشر اللي هي دار النشر غراسي المعروفة باللوبي القوي في فرنسا ومعروف ببعض الانتماءات، حاولت أن تميع نوعا ما مناظرتي وحواري مع ميشيل أونفري، فوقفت الكتاب قبل الصدور، وتوجه أونفري إلى طبع الكتاب في بلد ثاني هو إيطاليا. يعني تم توقف الكتاب. وقفت الكتاب في البداية في فرنسا. وقفت الكتاب ثم أعيد طبعه. نعم وقفته بسبب لابروموسيون اللي عملتها دار نشر غراسي على الكتاب. بعدها اتفقنا في عقد وحطيت شروطي وأعيد نشر، يعني بعث الكتاب للنشر مرة من جديد في 2016. كان في طبعا كيف كان في جدل مثل ما قلتي، لماذا نحاور ميشيل أونفري الملحد وغيرها من الأفكار. لكن أنا يقيني أنه محاورة الملحد ومحاورة الكافر ومحاورة المشرك من صميم تصحيح بعض الصور المنمطة عن الدين الإسلامي. الرسول عليه الصلاة والسلام وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني نحن لسنا، يعني رسول الله جاء بهذا الأمر، جادلهم بالتي أحسن. نجادلهم بالتي أحسن ونحاول أن نصحح بعض الأفكار وبعض البروتوتيب الموجود عن المسلمين. وفعلا لقى رواج الكتاب بشكل كبير جدا، وحتى سيتم تم ترجمته لعدة لغات، وسيتم ترجمته إلى العربية، وربما سيكون إصدار تالي لكل الحوار أو المناظرة مع ميشيل أونفري. نقاشنا متواصل. مشاهدينا نلتقي بعد هذا الفاصل.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثاني من فقرة نقاش، بعدما تناولنا في الجزء الأول المسار التعليمي وإصدارات دكتورة الكاتبة والباحثة أسماء كوار فرنان، بالإضافة إلى الكتابة والنقد الثقافي ودوره في الارتقاء بالكتابات الأدبية. سنتطرق في هذا الجزء إلى جائزة كاتارا للرواية العربية التي ستنظم مطلع أكتوبر. هناك نصوص سردية جزائرية شبابية لاقت رواج عربي ودولي، كيف ترين هذه النقلة النوعية؟ فعلا زهرة، النصوص الجزائرية يعني لا يخفيك أنه هناك أسماء معروفة، أسماء عمالقة صنعوا للرواية الجزائرية مكان في العالم العربي. يعني إذا بدءا من أحلام مستغانمي وسيني العرج وغيرهم من الأسماء المعروفة، أنا اللي اعتبرهم عمالقة في فرضوا نفسهم في مجال فيه تنافسية شرسة جدا. يعني إذا شفنا في الدول الخليج أو في المشرق العربي نشوفوا في أسماء قوية، يعني إلياس الخوري، إبراهيم نصر الله، هذول استطاع الأسماء الجزائرية أن تجد لها مكانا في من بين هؤلاء في الساحة الأدبية. نعم، وجدت مكان في الساحة الأدبية، في الساحة الأدبية العربية والدولية. نعم، لأنه بالنسبة لوسيني أعتقد معظم رواياته مترجمة إلى لغات عديدة، عدة لغات. أحلام نفس الشيء. الآن الموضوع يتعلق بالأدب الشبابي اللي خلينا نقول خرج من عباءة الأبوية اللي كان ربما وصف بها لفترة معينة في السنوات الماضية. الآن في نصوص سردية شبابية استطاعت أن أيضا تجد لها مكانا في الساحة العربية، على غرار سمير قاسمي، عبد الوهاب عيساوي المتوج مؤخرا بجائزة البوكر العربية، وهذا عن ديوانه الديوان عن روايته الديوان الإسبرطي. هناك أيضا أسماء أخرى مثل الحبيب السايح الذي توج عن أنا وحييم، عن صادر عن دار النشر ميم، توج بجائزة كتارة للرواية العربية. ناصر سالمي الشاب الذي جاء من الجزائر العميقة، يعني صراحة لما تشوفي الأمور تقولي كيفاش مثلا شاب مثل ناصر سالمي اللي كان يشتغل بالتعليم قدر أن يصل في روايته الأولى إلى جائزة كتارة للرواية العربية. يعني شيء مبهر جدا. عندنا أسماء فعلا نفتخر بها، والرواية اليوم الرواية الجزائرية بدأت تأخذ طابعها، يعني تصنع كشي خاص بها وتكون فعلا سفيرة للأدب السردي الجزائري في الخارج. هذا النجاح نقدر نسميه نجاح، هو فعلا يحقق إضافة، هو شيء مشرف ويحقق إضافة لبلدنا طبعا. سنتطرق إلى جائزة كتارا للرواية العربية التي ستنظم في أكتوبر المقبل، ضعينا في صورة هذه التظاهرة. أنت قلتي شيء جميل، يعني راح نخطف كلمة قلتيها، يضيف هذا الأدب، سيضيف أو يعطي إضافة للجزائر. جائزة كتارا مثل هؤلاء النصوص شاركوا في جوائز عربية، منها جائزة كتارا. وجائزة كتارا يعني اللي كان عمرها ماهوش كبير فتية جدا، فتية 2015 بدأت هذه الجائزة صغيرة، ولسبع سنوات أصبحت تنافس كبريات الجوائز العربية، على غرار جائزة نجيب محفوظ، جائزة البوكر العربية، وأصبح لها وزن بدليل أنه هناك، نفتح قوس أيضا هنا باش نقول لك أنه هناك نصوص تكتب خصيصا للجوائز العربية ومنها جائزة كتارا. فكتارا، جائزة كتارا للرواية العربية جاءت لتضيف
الشيء العميق والشيء المهذب للجوائز وللنصوص العربية، لأنه الجائزة فعلا أصبحت تختار الأحسن فالأحسن فالأحسن. فعلى مدار 7 سنوات توجت جزائريين، كان أولهم وسيم الأعرج على مملكة الفراشة، جاء بعدها أدباء شباب مثل عبد الوهاب عيساوي في أعتقد روايته إذا ما خانتنيش الذاكرة، رواية في غير المنشور كانت في المخطوط، رواية سعيد خطيبي أيضا في المنشور، سامي ناصري أيضا في غير المنشور، بعدها حبيب السايح عن روايته أنا وحايم أيضا في الجائزة. الجائزة عبارة عن فئات، فئة المنشور، فئة غير منشور، وفئة الدراسات. هكذا كانت البداية نتاع الجائزة، لكن بعدها أضيفت بعض الفئات، فئة الفتيان اللي نالت منهم أيضا جزائرية جائزة. ففئة يعني فئة الفتيان عفوا هي فئة مستهدفة، فئة مستحدثة ومستهدفة، لأنها تخص فقط الشباب، يعني أدب الشباب، أدب الطفل والشباب. في فئة الدراسات، لماذا قلت لك الجوائز؟ كنا أشرنا سابقا أنه الجوائز النقدية أو الجائزة الأدبية يجب أن تهتم بالنقد، فجائزة كتارة اهتمت بهذا الجانب، هو جانب النقد والدراسات، فكان من بين الجزائريين وفعلت. فكان من بين الجزائريين دكتور بشير ضيف الله، كانت أيضا أعتقد أيضا في الدراسات أيضا نالت جائزة أيضا جزائرية في الدراسات، وكان هذا الاهتمام مهم جدا بالنسبة للجائزة، لأنه أولا يهذب النصوص الأدبية، يعني نقد مهم في النصوص، مهم جدا في النصوص الأدبية، لأنه يختار مثل ما يقال يوجه الكاتب أو المؤلف إلى أن يكتب الأحسن والأحسن ويضعه أمام الواقع. يعني أنت لما تقدم نص للقارئ أعرف باللي وراء هذا النص راح يكون نقد، ونقد شرس جدا، نقد يرتقي بالأعمال الجيدة، ونقد ينتقد الأعمال السيئة. نقد بناء طبعا. نقد بناء أكيد. جائزة كتارة للرواية العربية تختار شخصية هدوغا، الروائي الجزائري بن هدوغا صاحب رائعة ريح الجنوب شخصية لهذا العام، حدثينا عن هذه الشخصية. طبعا قبل كل شيء خلينا حك وإلى ما تسعى ترشيحات كتارة الشخصية للعام. شوفي زهرة، الجائزة درجت على هذا التقليد السنوي من 2016 على ما أعتقد، الاحتفاء بشخصية أدبية تركت بصمة أدبية في الأجيال. هذه السنة اختارت الجائزة أن تحتفي برائد الرواية الجزائرية عبد الحميد بن هدوغا، اللي أنا أعتقد أو لست أنا بل كل المختصين في مجال الأدب يرون أن عبد الحميد بن هدوغا ونصوص عبد الحميد بن هدوغا أسست فعلا، كانت تأسيس للرواية الأدبية الجزائرية. بدايته بدءا من روايته ريح الجنوب التي صدرت في 1971، بعدها الجازية والدرويش، بان الصبح، وإلى غيرها. بن هدوغا شخصية أدبية فكرية، شاعر ويكتب في القصة، شخصية يعني تحت يعني يليق بها الاحتفاء. وكتارة اختارت هذه السنة أن تحتفي بهدوغا بعدما احتفت في السنوات الماضية بعمالقة أو بأسماء تركت بصمتها أيضا في الأدب العربي على غرار نجيب محفوظ، غسان كنفاني، والتونسي المسعدي على ما أعتقد،
وهذا العام تحتفي بعبد الحميد بن هدوغا، وهذا طبعا سيكون بشكل تنظيم معرض للصور، تنظيم ندوات على هامش مهرجان كتارا للرواية العربية، وأيضا عرض فيلم وثائقي خاص بعبد الحميد بن هدوغا. وطبعا ستكون هناك ندوة مخصصة لعبد الحميد بن هدوغا سأديرها مع مجموعة من المختصين في أدب عبد الحميد بن هدوغا إن شاء الله. الروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوغا فعلا أرسى لهذا الفن، لهذا الأدب. هل هناك كتاب أو روائيون لامعون يستحقون المشاركة والتتويج؟ طبعا قلت لك الأدب الساحة الجزائرية، المشهد الأدبي الجزائري مفعم ومليء بالأسماء التي فعلا تحتاج أن تتوج. مثلا أنا شفت، نعطيك مثال بسيط، بقدر ما الجوائز أنصفت بعض المهمشين على هامش الرواية الجزائرية، بقدر أيضا ما صعدت مثل ما يقولوا نجمهم وعرفتهم للعالم العربي والعالم. لأنه نعطيك مثال، حبيب السايح ما كانلوش تتويجات كبيرة سابقا، فجاءت فرصة تقديمه من طرف دار نشر ميم التي أنا أحييها من هذا المنبر، لأنه دار نشر فعلا تستحق أن يكون لها اسم من بين الأسماء الكبيرة في دور النشر العربية. قدمت أنا وحييم وفاز حبيب سايح بجائزة كتارا، وبالتالي هذه النصوص الفائزة بجوائز كتارا أو بجائزة البوكر أو بجوائز أخرى سمحت لها هذه الجوائز بأن يعرفها القارئ الأجنبي، لأن الجوائز أصلا هذه ترجم هذه الأعمال، تعمل ترجمات. فمثلا كتارا أنا أشرفت على ترجمة كل الأعمال التي فازت في الطبعة الأولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة إلى الفرنسية، وكانت هناك ترجمة إنجليزية وترجمة إسبانية. فتشوفي بأنه هذه الترجمات خلت القارئ الغير عربي يعرف أسماء عربية تكتب في مجال الرواية وتكتب الرواية اللي مثل ما نقوله تقعد فعلا لتقنيات الرواية وفنيات الرواية. فعندنا أسماء لامعة وأسماء كبيرة، وسيني الأعرج مثلا واحد من الروائيين اللي ترجمت له دور نشر أجنبية، لكن واحد مثل سعيد خطيبي أو عبد الوهاب عساوي باش يصل إلى دار أجنبية صعب يعني نوعا ما، يعني في حقوق وفي يعني دي كلوز في بنود وفي أشياء وإلى غير ذلك. فهذه الجوائز راح تسمح لهؤلاء الشباب بأن يطلعوا لقارئ أجنبي ويعرفوا بالأدب بتاعهم. وخليني نشير لك إلى شيء مهم، مثلا في الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عساوي، يعني رواية تاريخية بحبكة تاريخية رهيبة رهيبة جدا. فلما تترجم رواية مثل ديوان الإسبرطي إلى الإنجليزية أو الفرنسية مع فوزها في جائزة البوكر العربية، فيعاد قراءة التاريخ الجزائري من قبل القارئ الأجنبي الإنجليزي أو الفرنسي بمنظور آخر. فهو ساهم، هذه الرواية ساهمت بشكل أو بآخر في التعريف ببعض الجوانب التاريخية وأيضا بالتعريف بالتراث الجزائري. مهم جدا هذه النقاط، لأنه النصوص اللي ليس فقط ما نقولش باللي لازم النصوص تكتب على التراث الجزائري، لكن يجب أن تكون بعض الروايات تهتم بهذا الجانب. هناك جوائز قيمة لامعة كجائزة البوكر، جائزة كاتارا للرواية العربية، ما دور هذه الجوائز وغيرها في المجال؟ طبعا
شوفي، الجوائز في السنوات الأخيرة تحولت إلى محج لكل الأدباء، تحولت إلى هدف لبعض الكتاب. لكن صدقيني، الجوائز لا تتوج إلا من يستحق. أنا أعتقد أنا هذا جازمة، فعلى مسار يعني مسار المهني ومتابعتي لبعض الجوائز، نشوف مثلا سواء بالنسبة للبوكر التي فعلا كما يقول لك تطلع الحبة، يعني قلب الحبة، يعني تطلع نص يليق بالتتويج. كتارا نفس الشيء، بغض النظر عن البدايات يعني كيف تكون لأي جائزة فتية، لكن في الأخير أو مع تقدم الأعوام ومع التجربة اللي تأخذها أي جائزة، راح تتوج الأعمال العميقة، الأعمال الجيدة، الأعمال التي ترقى إلى التتويج. فالجوائز ليس معناته أنه أنا أكتب لأتوج أو لأتوج، لا، لكن أيضا خليني أقول لك يعني ربما هو جانب من الحظ أو تجربة. هناك أنا أعرف كتاب كتبوا من أجل الفوز بالجوائز وفازوا بالجوائز. أعطيك مثال، الأردني جلال برجس. جلال برجس كتاب روائي مهم وروائي رائع جدا. بدايته في تتويجه الأول كان مع جائزة كتارا في أفاعي النار، فبعدها بسنوات جاءت روايته الحواس الخمس، فأيضا كانت يعني ثقيلة الرواية. بعدها فكر أنه يتقدم بجائزة لرواية البوكر ونال جائزة البوكر. فهناك كتاب يحسنون التخطيط، وهناك كتاب يقعون في فخ أكتب من أجل نيل الجائزة، وهذا خطأ. أنا أكتب من أجل أن أعطي أدب كبير، أدب عميق، أدب نص سردي يليق بالقارئ. يعني أنا أكيد اليوم لا يمكن استغفال القارئ. اليوم العصر هذا أصبح فيه القارئ يعني فطن، ويتبع قراء شباب تلقائه يشد ينتقد، أن يحكم على المادة، بإمكانه إعطاء آراء، يحكم على النص، ممكن يقول لك في خلل في البنية النصية، في خلل في السرد، في خلل في غياب مثلا شخوص، استعمل شخوص معينة في نصل إلى صفحات معينة نجد غياب لهذه الشخوص. يعني في قارئ اليوم عنده قدرات، ونفس الوقت فطن، يعني ما تجيش تعطي له أي شيء يقبل به أو يقرأه. من بين مجالاتك أيضا الترجمة، هل تساهم الترجمة في مد جسور التواصل الحضاري؟ فعلا أنا أشرفت على مشاريع عدة في للترجمة، مشاريع يعني ترجمة نصوص عربية إلى اللغة الفرنسية، لأنه هذا هو يعني مجال، يعني لا أشرف على الإنجليزية، أشرف على الفرنسية فقط. فكانت من بينها مثل ما قلت لك جائزة كتارا للرواية العربية التي ترجمت الأعمال الفائزة العشر، 5 في المنشور و5 في غير المنشور في 2015 2016 2017 2020. أيضا أشرفت على ترجمة روايات المنشور، منهم رواية الجنية وميهود ترجمت إلى الفرنسية وستكون موجودة في المهرجان في شهر أكتوبر. الترجمة مهمة جدا لمد جسور التواصل بين الشرق والغرب، بين الضفتين. هناك نصوص عربية فعلا يجب أن تترجم. هناك مؤلفين وكتاب قدروا يوصلوا لدور نشر فرنسية أو بلجيكية أو سويسرية، وقدموا أعمالهم وتبناتهم دور النشر وترجموا لهم.
سمير قاسمي مثلا استطاع أن تترجم له أعماله بدون ما يكون في جائزة كتارة أو في جائزة البوكر أو في جائزة. نقاشنا ثري بحضورك أستاذة أسماء كوار فرنان الكاتبة والباحثة، كنت معنا، نشكرك. العفو. مشاهدينا نلتقي في موعدنا اللاحق بإذن الله تعالى.